هذا ويستمر العدوان السعودي في قصف المناطق الحدودية في محافظة حجة، ما دفع بالكثير من سكان تلك المناطق إلى الهرب من غارات الجو وصواريخ البر إلى أماكن أخرى، ومع ذلك ما يزداد القصف مستمرا على المنازل والأحياء الخالية. شن حقده قبل غضبه، استهدف بغارته منزلا لأحد المواطنين في منطقة المحاترة مديرية عفس بمحافظة حجة، فبادر العدوان السعودي بقصف منزل خالي من سكان، أدى إلى تدمير المنزل بشكل كلي، وتسبب في تضرر المزارع المجاورة له التي كانت تعج بالريان، ولم تسقط خلال غارتهم أي إصابات بشرية. فصاحب المنزل لا يزال في صورة الانتهاء من تجهيز المنزل، وأسرته لا تزال على انتظار يوما يسمح لهم بالسكن في منزلهم المتواضع. العدوان الذي استهدف هذا المنزل راعي لك ما قد سكنوا أولا، ولكن استهدفه بدون يوجد أي فيه أسلحة، بدون يوجد أي شيء فيه. استهدف هذا عدوان يعني غير مهتم بنا أصلا، لأنه يريد الانتقام من حتى من البيت، من البلوك، من كل شيء، ما في إلا أغنام. استهدفها انا بجنبه عيان كان البيت فاضي، ضربوا يعني ضربا لابا طيرا اولا ضربنا البيت، ولا في اي واحد، في عدوان وفي ناس نزحوا منه. غارتهم وتخبطهم اثبت فشلهم، المنزل لم يكن مأهولا بالسكان كونه طور للانشاء، والمنطقة القريبة كانت خالية لنزوح السكان منها منذ بداية العدوان السعودي. حقد دفين يشنه العدوان السعودي على منازل المواطنين وكذلك مصالحهم العامة والخاصة، إلا أنه لم يرى أمامه سوى أكذوبة تخزين السلاح، رغم فراقه حتى أصحاب المنزل لم يسكنوا فيه قط قبل أن يسكنوا الحقد السعودي فيه. في صعد جدد طيران العدوان السعودي غاراته على مناطق عدة، مصادر